فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما هو ظاهر ومبين على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبو جمعة من سلطنة عمان سأل 3 أسئلة، وقال نعم أجبت عن سؤالين، بقي سؤال واحد. يقول: الوالدة نذرت بأن تعمل فرح لأي ولد من أولادها أول ما يتزوج، ما حكم ذلك؟ يا أبو جمعة، أنا والله محتار إلى الآن، أفكر من أمس أقول يعني كيف الفرح. هو طبيعي الإنسان إذا تزوج يعمل فرح، إلا إذا قصدت الوالدة أن تعمل شيء، إذا الولد مثلا هذا أول أولاده يتزوج تعمل فرح قبل الزواج، يعني حفلة وكذا، يجب عليها أن توفي بنذرها ما دام أن الحفلة بحدود المباح، ما دام أن الحفلة بحدود المباح. وهذا النذر بالنسبة لحفلة الزواج يجعله واجب في حقها، يعني يجب عليها أن تفي بنذرها، لأن هذا أمر مباح في الأصل، وهي فرضته على نفسها، فتعمله بشرط أن يكون في أمور مباحة وأن لا تأتي بأمور محرمة. فاتح من سويسرا سألني بالأمس، يقول: بالنسبة لصلاة التراويح في مسجد الترك، طبعا أنا سألت، قال يعني هم مجموعة أكراد وأتراك، ويقول أنهم يصلون التراويح يعني ويقرؤون مثلا الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يا أخي فاتح، ما فيها شيء، الحمد لله، صلاة ما دام أنها صلاة مكتملة الشروط والأركان والواجبات فصحيحة. يبقى قضية الاستعجال وعدم الاستعجال، يصلون مثلا يقرؤون سور قصيرة أو غير ذلك، هذه مسألة ثانية. التراويح ينبغي أن يخشع فيها الناس، وأن يطيلوا القراءة، وأن يطيلوا السجود والركوع، وأن يكثروا من الدعاء، هذا هو. أما الاستعجال هذا غير مشروع، لأن التراويح سنة أصلا. حتى الإنسان الذي يعتقد بأنه لا يخشع في المسجد يصلي في البيت أحسن، لأن بعض الناس ما شاء الله قراءته سريعة، يخلص 11 ركعة في ظرف ربع ساعة أو ثلث ساعة، يعني مرة يخلص التراويح بهالطريقة هذه، لا هذا غير مشروع. لا، التراويح تحتاج إلى تأني، إلى 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 طمأنينة، إلى خشوع، إلى تأمل في القراءة، تدبر في القرآن بهذه الطريقة. لكن عموما ما دام أنهم يصلون جماعة صلي معهم، بارك الله فيك. الأخت أم لارا من بريطانيا تقول بأن يعني ذكرت بأن مجموعة من المسلمين هناك عن أشكل عندهم موضوع صلاة الفجر وصلاة العشاء، تقول أنهم بحثنا ويعني سبب لهم الأمر هذا يعني أزمة من خلال يعني التوقيت الأذان، حتى أن ذكرت صلاة العصر تقول نفس المشكلة. سألت عن الفارق، تقول تقريبا الفارق كبير جدا من خلال التواقيت أو التوقيتات التي عندهم. يا أخت الفاضل أم لارا بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلوات الفجر يعني أهم شيء بالنسبة للصيام، مسألة الصيام، وهو أن الإنسان يمسك عند أذان الفجر. فما دام أن المسألة ملتبسة عندكم، احرصوا بارك الله فيكم على أنكم تمسكون يعني في الوقت الذي تحتاطون له، تحتاطون لأنفسكم فيه. وأما الصلاة فأمرها واسع ولله الحمد، بالنسبة للنساء طبعا يستمر وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج الوقت، فأنتم هذا الوقت بالنسبة لكم. أهم شيء مسألة الإمساك في رمضان، كذلك المغرب، المغرب طبعا بغروب الشمس تنتظرون بعده ساعة أو نصف تقريبا، ساعتين، ثم تصلون صلاة العشاء. وأنا أنصحكم حقيقة بعدم يعني الدخول في معترك الشك والوساوس في هذا الأمر، وتعتمدون جهة معينة من الجهات الشرعية التي عندكم،
بالنسبة للمركز الإسلامي في لندن أو بعض المراكز، أو مثلا المرصد اللي عندكم ممكن يحسب هذا الشيء، أو شيء موجود تعتمدون عليه وذمتكم بريئة. قضية والله وجود مسلمين باكستانيين، وجود يعني أحناف وبعضهم شافعية، هذا ما يغير شيء. صحيح عندهم خلاف في مسألة وقت صلاة العصر متى يبدأ ومتى ينتهي، لكن عندنا الأمر واسع ولله الحمد. عندنا من بعد صلاة يعني حينما ينتهي وقت الظهر إلى غروب الشمس، يعني عفوا لما ينتهي وقت الظهر في خلاف، بعضهم يقول مثله، يعني أن يكون ظل كل شيء مثله، وبعضهم يقول ظل كل شيء مثليه مثل الحنفية. لكن أنتم يا أختي الفاضل عندكم وقت واسع بالنسبة لأداء صلاة العصر، ولذلك أنا أنصحكم بعدم الوسوسة في هذا الأمر، واعتماد تقويم معين أو حساب معين من الحسابات الموجودة عندكم. وأنا أعتقد يعني المسلمين في بريطانيا لهم عقود طويلة جدا، وأنا ما أشك بأنهم يعني ما وضعوا شيء في مثل هذا التوقيتات هذه الموجودة. فارجعوا يا أختي الفاضلة للمركز الإسلامي وتطمئنون بذلك بإذن الله. طيب ناخذ اتصالات من أبو عبد الله، تفضل من السعودية. حياك الله أخ فضل الشيخ، الله يرحم والديك ويجزيك الله خير. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله. من أبدأ بسأل عن سؤالين، الهداف اليوم سألتين بس ما حضرت الإجابة. السؤال الأول اللي هو ما ملكت إيمانكم، والسؤال الثاني حكم المقارنة في الزوجة بالتلفون أو بالكمبيوتر حكم في حالة طلبة. إيه ما سمعت الجواب؟ لا والله كنت ما فيش، وأنت غايب في الدوام. طيب تسمع إن شاء الله بعد شوي بإذن الله. أسمع حياك. تفضل محمد من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، ارفع صوتك اخوي محمد. لك يا شيخ ممكن اسألك سؤالين الله يبارك فيك. تفضل اخوي. السؤال الاول، طبعا انا اقيم مسجد وفيه بعض الاشياء وقف للمسجد، طبعا قديمة صارت وتبين احنا نبيع فيها باش نستفادوا بالمبلغ متاعها للمسجد. إيه؟ هل هذا جائز ولا مش جائز؟ تذكر لي مثل الأشياء هذه مثل إيش؟ أشياء مثل اسمها المكيف، الصليات، الحاجات القديمة بكر عليها غبار، معاش المسجد معاش يعني يستفاد بها فنبيعه. لكن تعمل يا محمد، تعمل هي؟ نعم؟ تعمل، ممكن يستفاد منها مسجد آخر؟ والله شو بقول لك، كيف المكيفات ممكن من حراره الشمس عليهم مع الشمس، عرفت بعدين؟ طيب. فاستفدنا احنا جبنا مكيفات اخرى جدد. طيب واضح السؤال، اعطيني السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، طبعا انا اجي في بعض من الشباب ينظفوا معايا في المسجد، عرفت، وتكنيس وتسييد وكذا، فيعني عندنا في بعض المبلغ نتاع المسجد نعد يجيبوا به اكل، نجيب لهم به اكل، يعني هل جائز ولا مش جائز؟ يجيب لهم اكل؟ ايوه. اكل من فين؟ فلوس من فين؟ امتعات المسجد هذينا، طبعا احنا يجوا نلفوا معايا وكانش معايا، فناخذ مبلغ بسيط نعد يجيب لهم به اكل. طيب المبلغ هذا من وين يا اخي محمد؟ هذه ناس تتصدق به للمسجد، عرفت؟ يعني تضعوا في صندوق المسجد للمسجد. ايوه المسجد هذين طبعا يجيبوا به حاجات للمسجد، مثلا الزواق، الصابون، السياقات، المكانس. طيب يا محمد حاجات واش يعني. ابشر، وضح السؤال، وضح السؤال، تسمع الجواب باذن الله. بارك الله. تفضل يا محمد العراق. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله. رحمن الوالدة، عندي سؤالين. تفضل. شيخاني، عندي والدتي مريضه، يعني عمرها 83 هيكي. نعم. وبيها يعني بيها أمراض، حوالي 7 أمراض بيها، عجز بالقلب، ضريرة، هي مقعدة. فإحنا نجاريها يعني من نشيلها على الكرسي نوديها الحمام، وهاي نوبات ساعات يعني تتوسخ على نفسها، بيهم من الضجوار من ما يتحمل، وإحنا نتناوب عليها يعني وخواتي، لأن عندي أخت مريضة تعرف عنها. ادعي لها هم بالشفاء، هاي سريان هم اذا تضر يعني تاخذ كيمياوي مريضه. طيب الله يشفيها. تقدر كانت هي مقيمه بيها، فهسه احنا الخوات اثنين دا نتناوب عليها، فتعاند ما ترضى تاكل الحجيه، ما تقبل تاكل، فيصيفون عليها يعني يصيرون عصبين عليها، لازم تاكل على مود تقوم على حيلها.
ما ترضى مثلا الحمام تعاند، تقول تحكي تحلف تقول انا ما اقدر اوقف على حالي هي ايه مقعده، ايه فنوبات ساعات يصدقوها ساعات يقولون لا هي عندها عجز بالقلب، يعني 10% نعم عجز بالكلى ضريره، يعني هواي امراض سكر وضغط، فالنوبات يعني من توسخ على نفسها بسريرها. طيب اختي، يعني اختي ام محمد الله يرضى عليك، ابشر ان شاء الله السؤال واضح وان شاء الله بجاوبك. عندك يعني سؤال ثاني؟ يعني العفو بس اسمح لي، يعني هم نشيل اسم احنا بيها. طيب واضح 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 الله يرضى عليك، ابشر ان شاء الله سؤالك واضح. اعطيني السؤال الثاني. بس اسمح لي، يعني ما اذا صيحوا عليها يعني هم يعني يفتحون عليها ايش يعني يردون يعني يغصبوها على مستوى أدري كله. ادري مستوى واضح عندي يا اختي ام محمد، يعني واضح يشيلون اسم بيها. واضح يا اختي الفاضله، ابشري والله ابشري ان شاء الله تسمعين الجواب، تسمعين الجواب. تفضلي يا عائشه. الو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، مشكور على هذه الحصه الكريمه. اهلا وسهلا. عندي سؤال. تفضلي. والله عندي الوالد والوالده كانوا يودون ان يذهبوا للعمره في شهر رمضان الكريم هذا، إيه؟ لكن ظهرت إشاعات وأخبار تقول أن هناك في السعودية أي في مكة المكرمة مكان إقامة يعني مكان الكعبة هناك أمراض وأوبئة معدية، يعني مع أن الوالدين جهزوا يعني كانت لديهم النية وجهزوا الأموال للذهاب إلى العمرة، لكن صاروا مترددين يعني بخصوص هذا المرض، هل عليهم إثم إن لم يذهبوا أو كيف؟ طيب يا عائشة تسمعين الجواب إن شاء الله. والله عندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضلي تفضلي. ما حكم انه الاطفال او الشبان يشاهدون في التلفزيون اناشيد تربويه مع العلم انها تربويه ومثقفه وتوصل فكره يعني صحيحه وعامه لكافه الاطفال العالم، مثل اي قناه اطفال يعني بايقاع مع وجود ايقاع؟ نعم. طيب يا شيخ. يا شيخ يا شيخ. نعم. أسألك أن تدعي لي أنا على بوابة امتحان رسمي إن شاء الله. طيب الدعاء مبذول لك ولجميع المسلمين. طيب تفضل يا سمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال يا شيخ؟ تفضل أختي. في صلاة قيام الليل 11 ركعة التي يصليها المسلم، هل يستطيع أن يقسمها إلى قسمين بحيث أن يصلي القسم الأول في أول الليل وست ركعات أو أربعة في آخر الليل؟ طيب يا سمية أبشر يا أخت سمية إن شاء الله تسمعين الجواب. أرجع إلى الأسئلة، أعتذر الأخت أم مراد من ألمانيا بالأمس سألت سؤال طبعا طويل، هو يعني هي مشكلة في الحقيقة بينه وبين زوجها، هي مطلقة من زوجها من 3 سنوات، تقول يعني أعاني من زوجي في قضية الأولاد، الأولاد متعلقين في بوالدهم وهو غير مهتم بهم، يعني تذكر بأنها تقول هو الأحيان يقول لما هي تقول لما أريد أن أذهب بأولادي عنده ما يرضى ذلك، لماذا؟ لأنه يقول يفكر يقول بأن هذه ستعيش حياتها بكل راحة بعيد عن أولاده وتتمتع في الحياة أو شيء من هذا القبيل، يعني هو يفتخر يقول بأنه ألماني ويفتخر بأنه يحاول أنه ينتزع عن عربيته وكذا وكذا. يا أختي أم مراد بارك الله فيك، أنت أديت الذي عليك وأنت تزرعين في أولادك صلة الرحم والتواصل مع والدهم وتشكرين على هذا الأمر، وأنت حقيقة حينما أبعدت أولادك وجنبتيهم ونأيت بهم عن المشاكل التي بينك وبين زوجك، هذا يدل على رجحان عقلك ويدل إن شاء الله على إيمانك، وهذا هو الحقيقة المؤمن الحق. بعض الناس وللأسف الشديد تختلط عنده الأوراق وتشتبك عنده الأمور ويضرب عامي على شامي مثل ما يقولون، ولذلك يفجر في الخصومة ويتجاوز الحدود والأقطار في قضية المشكلة، يعني مثلا زوج وزوج زوج وزوجته مثلا خلاف يحاول أن يسحبونه على الأولاد، فالأولاد هم يدفعون الثمن، فأنت جزاك الله خير الآن بهذا العقل وبهذا التفكير وبهذا الإيمان فعلت الذي خير، والأولاد حينما يكبرون سيشعرون بهذا الأمر وسيفكرون بأن والدتهم كانت في يوم الأيام منصفة وعادلة على خلاف والدهم حسب ما ذكرتي أنت طبعا في السؤال، أنا ما أعرفكم ولكن هذا كلام عام بأنه يمارس مثل هذا النوع من يعني قطيعة الرحم ومن الجفاء
ومن التفكير السيء، يعني كون الوالدة تذهب، زوجته تذهب بأولادها إليه، هو يفكر العكس، يقول لا هذه تريد أن تتمتع وتذهب بحياتها. هذا لا شك أنه تفكير سقيم، لا يعني ينبغي للمسلم أن ينزع إليه. أنت فعلت الصحيح واستمري على طريقتك هذه يا أختي أم مراد، واسأل الله جل وعلا الثبات والإعانة، وأوصل لزوجك رسائل بأن يبتعد عن جر الأولاد إلى مثل هذا النوع من الخلاف، أو مثل هذا النوع من الذي يكرس حقيقة الكراهية في نفس الأولاد أو يزرع فيهم الحقد. هو انتسابه لهذه الطريقة لن يضر إلا نفسه. الإسلام الحمد لله عزيز، والناس على قدر قربهم من الإسلام يعتزون ويقوون وينتصرون، وإلا الإسلام لن يضره أحد، لن يضر أحد، لأن الله عز وجل هو الذي ارتضى الدين. فهو يعني يضر نفسه بهذه الطريقة، يقول أنا يحاول أن ينتزع عن عروبته وعن إسلامه مثلا، عفوا عن عروبته وعن جنسيته، هذا شيء راجع له لكن لا يضر إلا نفسه. طيب يا أخت مراد، بعد هذا الفاصل أرجع لك إن شاء الله أنت وبقية الإخوة المتصلين، فانتظروني. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت أم مراد أيضا تقول بأنها ستصوم إن شاء الله في ألمانيا، والثلاث أيام الأخيرة ستكون في الجزائر، تسأل عن حكم زكاة الفطر أين تؤديها. يا أخت الفاضلة، تؤدينها في الجزائر ما دمت أنك ستقضين العيد هناك، فأخرجيها في الجزائر بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية سأل عن قول الله تعالى وما ملكت أيمانكم. يا أخي الفاضل، ما ملكت أيمانكم؟ هذه ملك اليمين، هي الجارية التي تكون تحت ملك الإنسان، إما بسبب يعني الحرب السبي، وإما بسبب الشراء مثلا، وإما بسبب الإرث تكون يعني من تركته. والشريعة ذكرت أنا جواب سابق بأنها تتشوف إلى العتق وتحرص على العتق، وتكرم هؤلاء الرقيق الذين تحت يد الإنسان، حتى إن الشريعة أمرت بإطعامهم مما نطعم وبإلباسهم مما نلبس وغير ذلك. طبعا الآن غير موجود هذا الذي الآن، هو باختصار تفسير هذه الآية الكريمة. أبو عبد الله يقول ما حكم يعني الزوج يتابع زوجته عبر التلفون مثلا، ويعني يكون بينهم كلام عاطفي؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، يعني هذا ما بين الزوج وزوجته أمر مباح ولله الحمد، يجوز للزوج أن يتصل بزوجته وأن يعني يتبادل هو وإياها مثلا الكلام العاطفي، هذا أمر مشروع ولله الحمد، لأن الله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، والمرأة يعني مع الزوج في وضع يعني أذنت الشريعة به. لكن أنا أنصحك يا أخي أبو عبد الله، أنصحك بالابتعاد عن هذه الأجهزة، لأن هذه الصور وهذه المشاهد قد تحفظ وقد يخترق الأشياء هذه، وربما يعني أضريت بنفسك وبأهلك. أنا ما أنصحك في هذا، هو الأصل الإباحة، لكن إذا اشتمل على صور وكذا أنا لا أنصحك، لأن وجدت حالات حقيقة يعني ربما سببت مفاسد كبيرة على الأسرة. محمد من ليبيا يقول بأنه قيم على مسجد، وتوجد بعض الأشياء في المسجد التي يعني الآن قديمة وكذا، ويريد بيعها ووضعها في المسجد، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا سألتك طبعا، قلت لي مكيف وقلت لي كذا، الأصل أن الأشياء التي في المسجد هذه تبع للمسجد ووقف عليه، ولا يجوز التصرف بالوقف أبدا إلا في حالة إذا تعطل بالكلية، فيجوز بيعه واستثمار مبلغه مثلا في المسجد. أما إذا كان جيدا، مثلا عندكم مكيفات وتعمل، ثم جاءتكم مكيفات جديدة مثلا، فهذه المكيفات تنقل إلى مسجد آخر يستفيد منه أهل ذلك المسجد. إذا وجد المكيفات كل المساجد مكيفة ولا أحد يحتاج إليها، ممكن تبيعونها وتضعون قيمتها في صالح المسجد بارك الله فيك. أيضا محمد من ليبيا يقول عندنا بعض الشباب يساعدوننا في تنظيف المسجد، وعندنا أموال وقف على المسجد، فأحيانا نأتي بطعام الأكل أو الشرب مثلا، نأتي بسبب قيامهم بخدمة المسجد، ما حكم الأخذ من هذه المبالغ؟ يا أخي الفاضل محمد، ما دام أن المبالغ هذه وضعت لصالح المسجد، لشراء مثلا المنظفات، لشراء الأدوات الكهربائية، لشراء مثلا الأسلاك، لشراء مثلا الفرش للمسجد،
أو شيء من هذا القبيل فلا يجوز لكم ويحرم عليكم أن تأخذوا شيئا من هذه الأموال الموضوعة بهذه الخصوص فتستهلكونها في الطعام أو الشراب. وبالنسبة للشباب الذين معك لا بد أن يحتسبوا الأجر، فما دام أنهم تطوعوا في القيام بتنظيف المسجد والقيام على المسجد فيؤجرون على ذلك ولا يطلبون مقابله شيء. وأما الطعام والشراب فيستهلك بمثل هذه الحالة، والأموال التي وضعت أموال وقفية، حتى لو الإنسان ما تحدث فوضعها لمصلحة المسجد أو في صندوق مكتوب صندوق مثلا الوقف على المسجد أو لخدمة المسجد، هذا وقف يا أخي الفاضل، لا يجوز أن يتصرف فيه إلا في مصلحة المسجد. وبالنسبة للطعام والشراب ليس في مصلحة المسجد. بارك الله فيك محمد. الأخت محمد من العراق طبعا ذكرت والدتها مريضة عمرها 83 سنة، فيها أمراض كثيرة، كفيفة ما ترى، تقول الوالدة فيها صعوبة شوي، لما نروح للحمام نوديها تعاند، تقول ما أروح ما أقدر أقف، لما نعطيها الأكل تعاند وكذا. تقول أحيانا هي أو أخواتي يرفعون الصوت عليها، يصيحون عليها، يرفعون الصوت عليها لمصلحتها، هل في هذا شيء؟ يا أم محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأن يبارك في الوالدة، وأن يختم لها بخير، وأن يشفيها من الأمراض، يعافيها من الأمراض التي هي فيها. أختي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الحالة التي فيها الوالدة حالة من أخطر الحالات التي تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى احتساب، تحتاج إلى سعة صدر، تحتاج إلى طول نفس. هذه الحالة مضجرة لكم، مضجرة لكم، لكن الله ماذا قال؟ قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما حتى لو كان في مصلحتهما. هناك وسائل كثيرة يا أختي الفاضلة، الترغيب، هناك مثلا التشجيع، هناك مثلا البيان، يعني مثلا فوائد هذا الشيء. أما قضية والله ما يصلح معها إلا الصراخ عليها ونهرها وكذا، هذا محرم ما يجوز. أختي الفاضلة، والدتك الآن في آخر عمرها، والدتك الآن في مراحل أخيرة، ستنتقل إلى الدار الآخرة، فتحتاج منكم إلى رعاية خاصة وإلى عناية خاصة وإلى اهتمام وإلى أن تبعثوا فيها الأمل. ليس صحيحا أن الكبير ما يأتي إلا بالصراخ، حتى لو عاند اصبروا عليها، اصبروا عليها يوم ويومين وثلاثة، اصبروا عليها ساعة ساعتين، اصبروا عليها طويلا، طولوا بالكم عليها، لكن شجعوها: أنت الحمد لله معافية، أنت فيك الخير، فيك البركة، أنت كذا، إن شاء الله الأمر يسير. ما هم معقول أبدا أنه ما يمكن إلا إنسان يعني ممكن حصل من عنده ملل، ما يريد الوالدة أو ما يريد الوالد، يستخدم هذا الأسلوب. أما الذي يتقرب إلى الله ويتعبد الله بطاعة الوالدة وبرضاها وبالتلطف معه، ما يسلك هذا المسلك يا أختي الفاضل. ولا تقولي لي أبدا ما في حل إلا هذا، غير صحيح. هناك حل: الترغيب، التشجيع، التحفيز، الكلام الطيب هذا يفتح مغاليق القلوب، الكلام الطيب هذا يلين الصخر، يلين الحديد، إذا تكلمت بالكلام الطيب. واصبروا عليها، وكل واحد يشجعها منكم، وبإذن الله ستطيعكم. أنصحكم يا أختي أن لا تمارسوا هذا اللون وهذا النوع من الكلام ومن الأسلوب معها، هذا لا يجوز، لأن الله نهى عن ذلك. ويا محمد، كل لحظة من لحظات وجودكم مع الوالدة هذه عبادة وأجر لكم، لا تحتسوا يعني تعتقدون بأن الأمر والله مجرد دنيا، لا 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 لا، الأمر عظيم، هذه عبادة وقربة إلى الله. وممكن الإنسان سيمر بمثل هذه المرحلة، هل ترضين أنت يا أم محمد لا قدر الله مريت بمثل هذه المرحلة وصرت بمثل هذا الوضع، أولادك يعاملونك مثل هذا الأسلوب حتى لو كان في مصلحتك؟ مو معقول. أنا بلغني وللأسف، وهذا والله يقطع نياط القلب ويؤلمني جدا، يقولون بعض الناس يضربون الكبار، يقول لأنه ما يأكل فنضربه لمصلحته. إيش الكلام هذا؟ أضربه لأجل يأكل عشان مصلحته؟ هذا مو بصحيح الكلام هذا. ولذلك أنصحك يا أختي الفاضلة بأن تبتعدي عن هذا الأمر، وأن تسلكوا مسلك التشجيع والترغيب والتحبيب لهذا الشيء، وبإذن الله مع الوقت مثل الطفل الآن الكبير في السن في المراحل هذه، مثل الطفل يدلل ويرغب ويحفز ويشجع. وأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب، وخبري خواتك بهذا الكلام، وأنه لا يمارسون هذا النوع من أنواع التعامل مع الوالدة. عائشة من الجزائر بارك الله فيها تقول: الوالد
والوالدة يريدون الذهاب إلى العمرة وأعدوا العدة لذلك، لكن بلغهم بأن هناك إشاعات عن وجود أمراض وأوبئة. أختي عائشة، أنت أجبت على سؤالك، قلت إشاعات، الحمد لله إشاعات، الإنسان ما يتبع الإشاعات، هذا كلام لا قيمة له. وجود الأمراض في كل زمان، وجود الأمراض في كل مكان، وجود العدوى في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، يوجد في كل مناطق العالم، أكثر يمكن حتى المناطق اللي الدول التي تعتني بالجانب الصحي وبالجانب والجانب البيئة ونظافة البيئة، يوجد فيها أمراض معدية ويوجد فيها مصائب وبلاوي. لكن هذا الكلام غير صحيح، ولا ينبغي للوالد والدة بعدما عزموا السفر إلى مكة لأداء العمرة أن يتراجعوا أو يترددوا أبدا. قولي لهم توكلوا على الله جل وعلا واذهبوا وستعودون سالمين غانمين مثل الملايين. الآن افتحوا القنوات على مكة وشوفوا كيف أمواج كتل بشرية حول الكعبة وكتل بشرية حول المسعى، كل هؤلاء يذهبون ويأتون ويعودون بخير وعافية وإيمان وصحة، وأسأل الله تعالى أن يعافي جميع المسلمين. عائشة من الجزائر تسأل عن حكم مشاهدة الأطفال للأناشيد التي تعرض في يعني بعض القنوات والبرامج، وهي أناشيد تربوية وفيها معاني جيدة لكن يكون فيها شيء من الإيقاع. الأصل يا أخت عائشة بارك الله فيك بأن يعني الأطفال يعني سماع الأناشيد، سماع الأشعار، خاصة الأشياء التي تحفز وتزرع الخير والفضيلة وتشجع وتنمي المهارات عند الطفل، هذه مما لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى الشعر واستمع إلى الحداء، والصحابة استمعوا إلى الشعر واستمعوا إلى الحداء، وكان حسان يشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الشعر، هذا كله مما لا بأس به. لكن قضية يعني مثلا جعل هذه الأناشيد مخلوطة وممزوجة بإيقاعات موسيقية، هذا مما لا يجوز، لأنه باتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء على حرمة المعازف، باتفاق الأئمة الأربعة على حرمة المعازف. فإذا هذه هذا الكلام الجيد، لماذا يفسده الإنسان بمثل هذه الإيقاعات ومثل هذه الموسيقى؟ هذا مما لا يجوز. دعوا الشعر على ما هو عليه، دعوا الأناشيد على ما هي عليه بسليقتها وبطريقتها وبأسلوب ملقيها أفضل، وهذا الحمد لله موجود، ويعني ليس بالضرورة أن نجعله في خانة واحدة فقط، موجود الحمد لله وممكن يؤدي الغرض والدور نفسه. من أبو محمد؟ أم محمد تفضلي من الشارقة. ألو، تفضلي أختي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مرحبا، طاب حالك شيخ. عندي ذكرى، أنا كل سنة أزكي. إيه، أزكي على العمال كل سنة، عمالي لي في الزريبة. اي نعم، أعطيهم إياها الزكاة. العمال عندكم؟ عمال عندي، نعم. طيب تخفضين التلفزيون يا أم محمد، اسمعين من الهاتف. عمال عندي، نعم. عندي من نعم، عندي عمال في المزرعة هنا. ايه، والعمال كل سنة يطلبوني الزكاة. إيه؟ وقال كل نهاية الشيخ أنا قالوا جائز عليهم هذا الزكاة. طيب، أو تعطيهم رواتب أنت غير الزكاة؟ إيه، أعطيهم معاشاتهم. طيب، ويوم أحل الزكاة أنا زكي عن الغنام وعن البنت. إيه، وأطلع الزكاة. أبشري محمد، أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. مشكور يا أبو. مرحبا مرحبا. طيب سمية من ولا مرة؟ طيب سمية من الجزائر، إن شاء الله غدا بإذن الله أجيب على سؤالك أنت والأخت محمد من الشارقة. أعتذر منكم لأن وقت البرنامج أنت. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو الذين أسهموا بنقل هذا اللقاء لكم، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير على المتابعة، وإلى اللقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من